اهلا بكم مره اخرى ابنائي طلاب الصف الثالث الثانوي. هنكمل رحلتنا مع الاورجانيك كيمستري، وارجو انكم يعني تكونوا استوعبتوا الاجزاء اللي فاتت كويس، لان هي الاساس في الموضوع، هي البيز اللي بنشتغل عليه. النهارده حضرتك ناخد الالكينز بقى. دخلنا احنا قلنا الهيدروكربونز الاليفاتيك، الكينز والكينز والكينز. النهارده ان شاء الله هنشتغل على الالكينز. الكينز ليها كومن نيم مهم جدا، تعرف الساينتفك نيم او الايوباك نيم اللي هو الكينز، والكومن نيم بتاع الفاميلي دي او الهومولوجاس سيريز دي اللي هو اوليفينز. اوليفينز، لكن الالكينز كان اسمها بارافينز، يبقى بارافينز دي اوليفينز. جنرال فورمولا CnH2n، وبتتميز بوجود الباي بوند. الباي بوند طبعا الدبل بوند بتبقى عباره عن، بتتميز بوجود الدبل بوند. الدبل بوند عباره عن واحد باي واحد سيجما، يعني باي وسيجما بوند. اول حاجه الديفينيشنز بتاعت الالكينز قلنا اللي هي ساتوريت ان ساتوريتد. احنا الجزء الاولاني اللي خدناه في الاول اللي هو الساتوريتد اليفاتيك هيدروكربونز، هناخد بقى الان ساتوريتد من الالكينز. الكينز ار ان ساتوريتد اوبن تشين هيدروكربونز كونتين ات ليست وان دبل بوند. طب يعني كتاب المدرسه مش كاتب كده، كاتب كونتينز وان دبل بوند اور مور. لا، اور مور دي مش مظبوطه، لانه اور مور بقى هيبقى فيه تو دبل بوند. تو دبل بوند يعني يبقى اسمه داين. الداينز دول مش علينا، لو ثلاثه دبل بوند يبقى ترينز، اربعه تترينز. احنا علينا لغايه الالكينز بس، اللي هي سي ان اتش 2 ان بلس 2، سي اتش ان اتش 2 ان بس، سي ان اتش 2 ان بس. يبقى ديت هتلزمنا بان في 1 باي بوند بس، يبقى 1 دبل بوند. يبقى اذا ات ليست 1 دبل بوند. الانساتوريتد الكومباوندز كاركترايزد باي ويك باي بوند از دي بروكن اند ليس هيدروجين. يبقى تقدر تقول بقى يعني معنى كلمه انساتوريتد يعني ايه بقى؟ ها، انساتوريتد the compound which has pi bond and less hydrogen. لكن الساتوريتد بقى عشان نفتكر اللي فات، the saturated all bonds are sigma and more hydrogen. So alkenes are homologous series. Homologous series او homogeneous series يعني family، عائلة او سلسلة متجانسة من المركبات. Which increase each compound increases the compound before by CH2 group, the same like alkanes. And the general formula CnH2n. Alkenes or olefins are more active than alkanes. طب هتقول لي الرياكتيفيتي بقى جت منين؟ جت من الويك باي بوند از دي بروكن. هنا في باي بوند، هناك ما فيش باي بوند. يبقى دي الاكتيف سنتر او الجزء اللي بيتم عليه الرياكشن. Alkenes can be considered also, this is another point, it is a derivative of alkenes. يعني احنا كلنا الالكينز دول المذر كومباوندز، دول المركبات الام، دول كلهم مشتقين منه. فالالكينز والالكينز derived from alkenes. Alkenes are derived or considered a derivative of alkenes by removing two hydrogen atoms. يعني تشيل 2 H من الكورسبوندنج الكين يطلع لك الكين. ممكن اوضحها لك ديت اهو، احنا شفناها هنا على البورد. ادي الكين اهو، عشان تفهم يعني ايه دريفت، يعني ايه مشتق، مشتق من الكين ازاي. لو انا عملت هنا ماينس 2H هاخدهم منين؟ اهو اخد ده، المكان هيبقى فاضي، هتتضم تبقى دبل بوند، يبقى هيديك الالكين. ده ايه؟ ايثين، ده ساتوريتد، ده ايثين ان ساتوريتد.
الإيثين saturated. All bonds are sigma, strong sigma bond, and more hydrogen. The unsaturated, there is pi bond. أي. ودي سيجما يبقى في باي بوند اند ليس هيدروجين سو الكين ديريفيت فروم الكين باي ريموفينج 2 اتش اتس اوكي. نرجع تاني الكينز رياكت باي اديشن واي بيكوز ات هاز ويك باي بوند ايزلي بروكن ناتشرالي. Addition, this means breaking double bonds. Nomenclature of alkenes, not never differ than alkenes. مش فرق كبير قوي منها وبين الالكينز. The same way, the same thing, the longest chain. يبقى أول rule هي بتاعت زمان اللي هي same way, the longest chain. هناخد longest. كل تغيير اللي هيحصل بس ان بدل اي ان اي في الالكين هتبقى اي ان اي ان اي في الالكين. يبقى ايثين هيبقى ايثين, بروبين هيبقى بروبين. بعد كده هنحدد مكان الدبل بوند برقم بس من الناحيه الاقرب للتشين, ذا نيرست كربون اتوم تو ذا اند, اند رايت ذا بوزيشن اوف ذا نمبر اوف ذا دبل بوند. وبعدين نكتب ايه الموقع بتاع الدبل بوند. طيب شوف كده الخطوتين دول اهو. اول حاجه هنا اللونجست تشين فور كربون, اللونجست تشين فور كربون فايف كربون. يبقى نقول بنتين اللونجست تشين هنا 3 كربون, نقول بروبين. طب قلنا ايم ليه؟ عشان الدبل بوند. يبقى ايه في دبل بوند هنا يبقى نقول ايم. طيب بنبدا بقى عمليه النمبرنج منين؟ يبقى دلوقتي بالنسبه للتو اكزامبلز للتو فيرست رولز اللونجست اكوردنج تو ذا لونجست تشين, لونجست تشين 5 كاربونز يبقى قلنا بنتين. بنت قلنا في دبل بوند يبقى اين بدل ايه. وبعدين عملنا نمبرنج من الناحيه دي الناحيه الاقرب للبوند, يبقى هي بوند. البوند هنا نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 هي بتوين 2 اند 3, يبقى ناخد الرقم الاقل نقول 2 2 بنتين. هنا between 1 and 2 يبقى ايه؟ نقول 1 بنتين 1 بروبين. اوكي؟ الخطوة الثانية الخطوة الثالثة هنبتدي بقى نتكلم على لو كان في برانشنج. لو كان في برانشنج برضو بناخد من ناحية الدبل بوند وات ايفر ذا برانش regardless the position of the branch احنا بناخد من ناحية الدبل بوند. فهنا نقول 1 2 3 اهو, ما قلناش 1 2 3 من هنا, لا قلنا من هنا. فبقت 3 ميثايل 1 بنتين اهو. اول خطوه اهي 1 2 3 4 5 يبقى بنت, دبل بوند يبقى اين. طب الدبل بوند ما بين 1 و2 بناخد الرقم الاصغر يبقى 1 بنتين. وبعدين الميثايل في نمره 3 يبقى 3 ميثايل 1 بنتين. طب هنا بقى الدبل بوند من هنا ولا من هنا؟ لا من هنا, from the nearest to the end. طب هقول 1 ولا 2؟ لا 1. طب كم كربون؟ 4. يبقى بيوت اين يبقى 1 بيوتين. طب والكلور؟ لا ده في نمره 4 نقول 4 كلورو 1 بيوتين. اوكي؟ يعني نفس القصه بتاعت الالكينز مع التغيير ده. طيب هنحاول نسمي مع بعض شويه مركبات. ها 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 هتعد منين؟ من عند الدبل بوند 1 2 3 4 5 6 هي دي لونجست تشين. يبقى هيكس ها اين عشان دبل بوند يبقى هيكسين. طيب وهرقم منين؟ من هنا ولا من هنا؟ لا من هنا. اقول 1 2 يبقى الدبل بوند ما بين 1 و 2 يبقى نقول ايه؟ ما بين 2 و 3 1 2 3 يبقى ما بين 2 و 3 يبقى اقول 2 بنتين. طب وبعدين ده الكلام ده على اليمين, هاجي من على الشمال بقى اكتب الايه؟ البرانش. البرانش هنا كلور يبقى كلورو. طب الكلور ده في نمره كام؟ عد من هنا 1 2 3 4 5 يبقى قول 5 كلورو 2 بنتين. يبقى اسم المركب ده 5 كلورو 2 بنتين. طب المركب ده ها رقم من هنا ولا من هنا؟ 1 2 3 1 2 3
هنا تساوت بقى الارقام، يعني الدبل بوند في النص بالظبط، يبقى اشتغل الفابيتيكال بقى. هو التركيب مش الفابيتيكال، بس في الحاله دي طالما تساوت الارقام يبقى الفابيتيكال. يبقى هنقول رقم من الناحيه دي نقول 1 2 3، يبقى في كل الحالات من هنا ومن هنا هيبقى الدبل بوند ما بين 3 و4، ناخد الرقم الاصغر. طب هما كام واحده؟ 1 2 3 4 5 6، يبقى اكس. ها دبل بوند يبقى ان، دبل بوند ما بين 3 و4 يبقى 3 اكسين. بعد كده اجيب الايه برانشز، ابدا بمين؟ ابدا بالالفابيتيكال، برومين اولها بي، كلورين اولها سي، يبقى ناخد بي الاول وبعدين ناخد سي. يبقى نقول ها لو ركبنا هنقول 2 برومو ها 5 كلورو هيكسين، يبقى 2 برومو 5 كلورو هيكسين. واحد يقول لي طب ما ممكن اقول 2 كلور، اقول لك لا، طالما بقى من هنا 2 ومن هنا 2 يبقى اشتغل الفابيتيكال احسن. يبقى ايه؟ 2 برومو 5 كلورو 3 هيكسين، 2 برومو 5 كلورو 3 هيكسين. طب بالنسبه لده ها رقم من هنا من عند البروم؟ لا، من عند الدبل. يبقى 1 2 3 4 5، 5 يعني بنت، دبل بوند يبقى ان. طب الدبل بوند بين 1 و 2 يبقى 1 بنتين. طب البروم في نمره كام؟ 1 2 3 4، يبقى 4 برومو 1 بنتين، 4 برومو 1 بنتين. هي نفس الطريقه بتاعت الالكيدز بس مع تغيير ان بدل ان، وان التركيب يبقى من الدبل بوند اول. نحاول بقى مع بعض نرسم شويه مركبات كده اهو. اما اقول لك 4 برومو 1 بيوتين هتعمل ايه؟ هتقوم عامل اربع كربونات سي سي سي، اربع كربونات، وتيجي في نمره واحد تحط دبل بوند بين واحد واثنين، وبعدين تحط بروم في نمره اربعه. ممكن اوريها لك اهو على البورد مع بعض. اهو احنا قلنا 4 برومو، مركب اسمه 4 برومو 1 بيوتين اهو. هبتدي اقوم عامل 4 كربون كده اهو، بيقول 1 بيوتين يبقى الدبل بوند بين 1 و2. اعد من هنا اقول 1 2 3 4، عند 4 اقوم مركب بروم، يبقى 1 اهو. كمل اتشاتك بقى اهو عادي، لان قلنا الكربون لازم 4 بوند اهو. كمل اتشاتك عادي، فهمنا؟ كل الاكزامبلز بالطريقه دي. وان بنتين يبقى 5 كربون، ها هنحط الدبل بوند بين 1 و2. 3 ميثايل وان بنتين نفس الكلام، بنتا يعني 5، حط 5 كربون بين 1 و2 دبل بوند. عد من عند الدبل بوند 1 2، عند 3 اركب ميثايل. طب 3 3 داي كلورو 3 بنتين، ها نعملها مع بعض. 4 سوري 4 4 داي كلورو 3 بنتين 3 هبتين، 4 4 داي كلورو 3 هبتين، نعمله مع بعض. 4 4 داي كلورو 3 هبتين، ها نعمله مع بعض على البورد. اولا هيبتين يعني اعمل 7 كربون على طول، دول كام؟ 6. 3 هيبتين يبقى الدبل بوند من 1 و2، لا دي 1 2 3 4، لا 3 يبقى ما بين 3 و4 اهو، وهاخد الرقم الاصغر اللي هو 3. 2 2 4 4 داي برومو، يبقى ولا هو قال ايه؟ قال 1 2 3 4 5 6 7 هبتين، يبقى بيقول 3. نرجع تاني للمركب نبص عليه اهو، بيقول 4 4 داي كلورو 3 هبتين، 4 4 داي كلورو 3 هبتين.
طبعا 4-4 دي مش هينفع طبعا، لان هو ده اكيد المركب ده بيقول لك كوريكت، يبقى خليها 5-5 دايكلور. نحط هنا CL، يبقى 5-5 دايكلورو 3 هبتين، لان لو جيت هنا هيبقى البوند 3 بوند بس، يبقى لازم 5-5 دايكلورو 3 هبتين. اوكي، ثري ميثايل وان بيوتين، بيوت يعني 4 كربون، يبقى 1 2 3 4، 1 يبقى الدبل بوند من 1 و2، 3 يبقى هتعد 3 عند 3 هتحط الميثايل. هنسيب ده كله نحاول نعمله في البيت هوم ورك ونشوف. بعد كده عايزين نشوف بقى، هناخد اول كومباوند في الالكينز اللي هو الايثين او الايثيلين. ايثين از ذا ايوباك نيم اند ايثيلين از ذا كومن نيم. ايثيلين از ذا كومن نيم اوف ايثين. ذا مولكولار فورمولا C2H4، ذا ستراكشر فورمولا لايك ذيس. في عندنا 1 باي اند 1 سيجما بوند. It is the first compound of alkenes. ليه؟ لأن أقل الكين لازم يكون فيه 2 كربون اتومز، أمال هيعمل دبل بوند إزاي؟ طيب نشوف البريباريشن بتاع الالكين. الفكرة بتاعت البريباريشن عايزين نشوفها من على البورد كده. ايثين او ايثيلين، شوف بقى الفكره ايه بقى. دلوقتي انت عايز الايثين ده شكله ايه؟ 2 كربون ودبل بوند واتشال. اقرب مركب ليه مين؟ اقرب مركب ليه الايثانول اهو، سبيرتو. امال الفرق بينهم ايه؟ ها هنا 2 كربون، هنا 2 كربون، هنا 4 اتش، هنا 4 اتش، يبقى الفرق واضح جدا اهو. اهو اوريك الفرق كده، الفرق اهو شايف؟ اتش و اتش، اتش و اتش ده يعتبر ايه؟ ووتر، يبقى الفرق عباره عن ميه. الفرق بينهم ووتر. يبقى انا كل الحكايه لو انا سحبت الووتر دي يبقى انا هوصل للايثين عادي. طب سحب الووتر في الاورجانيك اسمه ايه بقى؟ اسمه دي هايدريشن. يبقى طريقه التحضير هيبقى اسمها ايه؟ دي هايدريشن، ريموفينج ووتر، اليمينيشن اوف ووتر، ريموفينج ووتر. مهم قوي نفهم الفكره قبل ما نقرا الايكويشن. يبقى كل اللي هيحصل ان ده ايثانول هحوله لايثين ازاي؟ by removing water minus 2H2O، sorry minus H2O، H2O minus H2O. minus H2O يا مين بقى اللي هيشد الميه؟ اكيد دي هيدريتنج ايجنت اللي هو الكونك H2SO4 ات 180 درجه مئوية. بقى هنعمل هيتنج مع الكونك سلفوريك اسيد. كونك سلفوريك اسيد ميه النار كل الناس عارفينها، بتسحب HOH من السبيرتو. يبقى انا احط ميه نار على سبيرتو هطلع الكين اللي هو الايثيلين. سهله جدا، ميه نار على سبيرتو اجيب السبيرتو اهو الايثانول، بس لازم يكون كونسنتريتد ابسوليوت مطلق وحل مطلق يعني مركز. احط عليه كونك سلفيريك اسيد يشد منه الميه على طول يحوله للالكين. فهمنا الفكره؟ الفكره سهله جدا، هنتابعها مع بعض. preparation of ethene in the lab
by depends on removing water from the molecule of ethanol or ethyl alcohol. Ethyl alcohol the common name, ethanol اليوباكني. By using dehydrating agent which is hot conc sulfuric acid at 180. كده يبقى احنا هنستنتج الايكويشن بسهوله جدا. وبعدين نرجع للرسمه تاني. الايكويشن عندنا الرياكشن توتال رياكشن ممكن نشوفه الاول اهو. توتال اكشن هيبقى اسمه ايه؟ ديهايدريشن. ايه اللي بيحصل فيه؟ ايثانول مع كونك سلفيريك و180 درجه يديني ايثيلين بلس ووتر. هاو ذيس هابن؟ طبعا في البريباريشن هتلتزم بالرياكشن ميكانيزم اللي عامله الكتاب. ما تكتبليش الايكويشن دي كده هتاخد درجه اقل. لا احنا عايزين الخطوتين. هاو كونك سلفيريك اسيد ريموف ووتر فروم ايثانول. لازم نعرف التو ستيبس. فهنرجع نشوف اول ستيب اهو. نمبر 1 at 80. انت ما بتسخن مش على طول الحراره بتوصل ل 180. لا توصل عند 80 بيحصل حاجه. مين ده بقى؟ ايه المنظر ده؟ HOSO3H. ايه ده؟ نرجع للبورد كده بسرعه وانا اقول لك يعني جت منين الحكايه دي. بص كده البورد. ال H2SO4 كلنا عارفينه اللي هو السلفيوريك اسيد. هو عايز يكتبه لك structural. طب اي اسيد اكتبه ستراكشرال ازاي؟ ودي مهمه؟ اه مهمه عشان تفهم. اكتبه ستراكشرال ازاي؟ بص بقى بسيطه جدا. عد كده هنا كام اتش هنا؟ 2 كام او؟ 4. يبقى اكيد في اتشين ماسكين في 2 او. يبقى عندنا 2 او اتش. يبقى ادي الاس ماسكه في او اتش وماسكه في او اتش. طب هيتبقى كام؟ هيتبقى 2 او ماسكين في السلفر. اكيد ماسكين بدبل بوند اهو. ده منظر السلفيريك اسيد. واحنا علينا الاستراكشر فورمولا بتاعته. ايوه لازم تعرفها لان في حاجات كتيره هناخدها. هناخد السلفونيك اسيد جروب هناخد مجموعات طالعه منه فلازم تفهم. طيب ده السلفيريك اسيد اكتبه ازاي؟ هقول لك على طريقه تكتبه بيه. ناخد اللون الاحمر كده اهو. بص لو مشيت معايا من اول الاتش كده مع السهم هتعرف ترسم السلفيريك اسيد. امشي مع السهم اهو. اول حاجه هتقابلها ايه؟ اتش وبعدين او وبعدين اس وبعدين او 3 اتش اهو. ده كله اللي انا بقوله لك ده عشان تفهم السيمبل او الفورمولا اللي هو كاتبها لك في الكتاب دوت عشان يشرح لك الرول بتاع السلفيريك اسيد. فلازم اشرح لك السلفيريك اسيد اهو. ادي تركيب. طب انا عرفته ازاي؟ اي اسيد ممكن تجيب تركيبه 2 اتش و4 او. يبقى في 2 او مع اتش يبقى او اتش و او اتش. وفي 2 او لوحدهم بيبقوا بدبل بوند مع السنترال اتوم اللي هي الذره المركزيه اللي هي الصرف. لو قريته من هنا كده هيبقى اتش او اس او 3 اتش اهو. هيطلع لك الشكل اللي موريه لك في الكتاب. طب ليه هو كاتبه كده؟ عشان تشوف ايه اللي حصل. هنرجع تاني اهو ونشوف ايه اللي حصل. يبقى دلوقتي فهمنا ان الحته دي اسمها ايه؟ HOSO3H اللي هو السلفوريك اسيد. طب وكاتبينه كده ليه؟ عشان تعرف اللي هيحصل اهو. ايه اللي هيحصل؟ الميه مش هتطلع يعني اللوس اوف ووتر باي سلفوريك اسيد بيطلع بالتدريج مش هيديك ايثيلين على طول. اول حاجه السلفوريك اسيد رياكت ويز ايثانول اند ريموف ووتر اهو. هيطلع اتش من عنده مع او اتش من ايه؟ مع او اتش من الايثانول ويديني ووتر. طب وايه المركب اللي هيتكون ده؟ ايثايل هيدروجين سلفيت. مش عارف المركب ده جه منين. عادي جدا. بص الحته دي اسمها ايه؟ ايثايل جروب من غير الاو اتش. الايثانول من غير او اتش اسمه ايثايل. ماشي؟ طيب والحته دي الاسيد من غير الاتش اسمه هيدروجين سلفيت. يبقى الحته دي اسمها هيدروجين سلفيت والحته دي اسمها ايه؟ ايثايل. يبقى الناتج اسمه ايه؟ ايثايل هيدروجين سلفيت اهو. ممكن نرجع للبورد نوريها لك بسرعه اهو. موجوده على البورد. بص لو انا شلت اتش من هنا ها هيبقى الحته دي اسمها ايه؟ هيدروجين سلفيت. اس او 4 اهي هيدروجين سلفيت. لو شلت اتش يبقى دي هيدروجين سلفيت. يبقى اتش مع الاو اتش بتاع الايثانول هيتبقى هيدروجين سلفيت مع الايثايل يبقى ايثايل هيدروجين سلفيت. اوكي okay.
يبقى هيطلع اسهال هيدروجين سلفيت ان ذا فيرست ستيب. يبقى ذا رياكشن اوف ديهايدريشن تيكس بليس اون تو ستيبس. نمبر 1 ات 80 ديجري ذا رياكشن اوف ايثانول with sulfuric acid in which water is removed and the ethyl hydrogen sulfate is formed. انا بعيد وازيد لان هو ده السؤال. الرياكشن ده مهم جدا في الالكين وهنشوف عكسه كمان شويه. The second step it is a thermal decomposition of ethyl hydrogen sulfate. ايه ده؟ يعني الايثيل هيدروجين سلفيت مش مركب نهائي، ده intermediate compound. It is intermediate compound. It is formed and decomposed by heat again. اهو ادي الايثيل هيدروجين سلفيت at 180 لما الحراره بقى توصل 180 يبتدي يطلع. هيطلع ازاي بقى الهيدروجين سلفيت ده؟ ال OH OSO3H هتاخد ال H بتاعتها اهي ويرجع يجمع نفسه سلفوريك اسيد تاني، يبقى السلفوريك اسيد عليه سحب الميه وبيتكون تاني. طبعا البوند دي فضيت ودي فضيت، هيتبقى المكان يبقى يكونوا مع بعض دبل بوند، يبقى هنا هيتكون دبل بوند، هيبقى هنا ده ايثيلين بدل مكان ايثانول. اوكي؟ يبقى في السكند ستيب ال او اس او 3 اتش هتاخد اتش من الناحيه الثانيه وتتكون دبل بوند هنا ويطلع عليه الايثيلين. يبقى ممكن نشوف التوتال رياكشن. اهو التوتال رياكشن اللي احنا فسرناه بخطوتين، ان الايثانول مع كونك سلفيوريك يديني ايثين زائد ووتر. بس انبه حاجه مهمه جدا، لازم كل حاجه ليها اسم. الفيرست ستيب كان اسمها ايه؟ كان اسمها رياكشن اوف ايثانول ويز كونك سلفيوريك اسيد. السكند ستيب ثيرمال ديكومبوزيشن اوف ايثيل هيدروجين سلفيت. اما ده التوتال رياكشن له اسم تاني خالص اسمه ديهايدريشن. سو ديهايدريشن تيكس بليس اون تو ستيبس اللي احنا شرحناه. اوكي؟ التفاعل ده مهم جدا، لازم بايدك تعمله وتدربه وتجربه، تحط الستيب 1 وستيب 2 وبعدين تجمعهم وتجيب الايه التوتال رياكشن. بنلاحظ بقى في الرسم في حاجه لازم يكون، اولا الرسمه سهله جدا وانا علمها لك على البورد دلوقتي. لازم يكون في الثرمومتر، لان احنا بنقول درجات الحراره، بنقول عند 80 بيحصل حاجه، عند 180 بيحصل حاجه، يبقى لازم استخدم ثرمومتر عشان اظبط درجه الحراره. طب انا هظبطها ازاي؟ البنزين ده ما خلوش ولا على طول، هوطيه وابعده واقربه لغايه ما اتحكم في درجه الحراره تبقى 180. يبقى ليه النار مش شغاله مع نفسها كده؟ لا، انا بوطي البنزين، ممكن ابعده شويه اقربه شويه بحيث ان اتحكم في درجه الحراره تبقى 180. طب ايه الحاجه اللي في النص دي؟ ده صوديوم هيدروكسيد سولوشن. طبعا الكتاب مش شارح لك بيعمل ايه، لكن انا اقول لك انت بتسخن اسيد، ها تعمل هيتنج لاسيد، فبيطلع الابخره بتاعه الاسيد مع الايثيلين، فعشان اخلص من الاسيد بجيب له الكالي يسحبه ويقوم يمشي الايثيلين بيور. تاخد بالك جدا من طريقه جمع الغاز، ان احنا عندنا بيها هايف شيلف هنا اللي هو الكعب اللي تحت ده، بنسند عليه الجاز جار وبيطلع الغاز زي ما قلنا قبل كده. اوكي؟ رسمة الجهاز ده سهلة جدا، ممكن اوريها لك تاني، اوريها لك على البورد بسرعة. بترسم بس اعمل كده اهو. اولا لازم تعمل مكان اللي هو الايه، تعمل البنج اللي انت بتشتغل عليه عشان الجهاز كله يبقى في ليفل واحد. بعدين اعمل مكان كده للتسخين اهو، ادي بنزين فليم ريكتانجل وسكوير وسيركل وقاعده كده خلاص، وتولع ما تنساش تولع. طيب بعد كده ممكن الفلاسك دي مش شرط تعملها مايله، ممكن تعملها عدله اهي، تعمل تو براكتس كده وبعدين تسيب مكان، تنساش تمسكها عشان ما تقعش اهو. الستاند هنا حته كده وحته كده. اي الرسم طبعا مش كل الناس بتعرف ترسم، فاهم حاجه منطقيه الرسم، مش مهم عندنا جمال الرسم، احنا عايزين منطقيه الرسم. الرسم يبقى منطقي، ما تعملش ماسوره خارمه ازاز، ما تعملش حاجات من ده. الثرمومتر اهو البزاز، ثرمومتر ماشي، ما تنساش البزازه ها. وبعدين هنا انبوبه كده تنزل كده اهو معايا، ايوه. بعدين بنعمل حاجه في ازازه في المعمل كده عامله زي القاروره
ببقين كده، قاروره ببقين. قارورة بقين اه، ممكن تعملها كده اهو، ادي بق وادي بق تاني اهو، واخد بالك؟ وبعدين الانبوبة دي داخلة، دي الطويلة دي اهي، دي اللي جايبة الغاز اه، دي اللي واخدة الغاز اه، يبقى اللي واخدة الغاز تبقى قصيرة، واللي جايبة الغاز ايه؟ تبقى طويلة. اما بقية الرسمة زي الايسين، العكاز اللي لتحت والبيهايف شيلف والجاز جار، وقلنا الحوض اعمله في الاخر خالص عشان الازاز ما ايه، دي قلناها قبل كده. اهم حاجه عندي دي طويله دي قصيره، لان دي اللي جايبه الغاز بمرره في محلول، باخد الغاز مش هاخده من جوه المحلول بقى، لازم من فوق بس. ادي العمليه، رسمه بسيطه جدا وممكن تغيرها. بعد ما شفنا تحضير الاسيلين وشفنا الايكويشنز وفهمنا الرياكشن بيتم ازاي، عايزين نشوف الفيزيكال بروبرتيز بتاعت الايسين. اكيد الالكينز هيبقوا اقل في البويلنج بوينت من الالكينز شويه. ليه؟ وجود الدبل بوند بيعمل فرق، فان في عدد الهيدروجين بيقل فالمولكيولار ويت بيقل. فاول اتنين، اول اربعه غازات. مين هم اول اربعه بقى؟ اول اربعه كربون اتومز. هو طبعا اول مركب اتنين كربون، يبقى من اتنين لاربعه كربون اتومز، يبقى الايسين والبروبين والبيوتين هم دول اربعه كربون اتومز والبنتين. طيب يبقى اربع، اول اربع مركبات جازز اللي هم الايسين والبروبين والبيوتين والبنتين. طيب بعد كده هيبقى ليكويد من فوق، من خامس مركب لغايه 15 يبقى ليكويد، اكتر من 15 يبقى سوليد. يعني نفس القاعده اللي قلناها قبل كده، as number of carbon atoms increase boiling point increase، بس ما تشغلش بالك بالحاجات. طيب برضو الالكينز والالكينز والالكينز كلهم نون بولر، كلهم ووتر انسولبل اند سولف ان اورجانيك سولفنتس. هنا مديك اكزامبلز الاورجانيك سولفنتس اللي هم الايثرز والبنزين والكربون تترا كلورايد. نيجي نشوف بقى الالكينز ليه مور اكتف عن الالكين، عشان فيهم الويك باي بوند ايزلي بروكن، قلناها قبل كده يبقى بيكوز الانساتريدل كونتينز ويك باي بوند ايزلي بروكن. طيب نيجي الاول رياكشن اللي هو البيرنينج، اي اورجانيك كومباوند قابل للاشتعال فليمبل، يبقى دوت انفليمبل قابل للاشتعال. فليمبل قلنا زي كلمه فليمبل زي كلمه انفليمبل، نوت انفليمبل اللي هو غير قابل. يبقى الالكينز ار انفليمبل وبيدوني هيت، ما دام بيدوني هيت يبقى ممكن استخدمهم كوقود او فيو. نيجي بقى الاهم حاجه بقى نمبر 2 اللي هو الاديشن رياكشنز ان الكينز. احنا هنا هناخد جنرال ديفينيشن للاديشن رياكشنز في الالكينز. هنقول it is the reaction of H2 يعني هيدروجين، يبقى تفاعل مع الهيدروجين، تفاعل مع ال X2 اللي هو الهالوجين، X يعني هالوجين يعني كلورين او برومين او ايودين، و HX يعني هيدروجين هالايد او هالوجين اسيد يعني HCl HBr، و HOH اللي هي الووتر او مع الاسيد، يبقى مع اي حاجه من دول وكل دول هناخد لهم رياكشنز. مع الالكين ايه اللي بيحصل في الرياكشن؟ بنكسر الباي بوند. طب ليه السبب بقى؟ ايه هدف التفاعل؟ changing unsaturated compound into saturated. يبقى very easy. addition reaction it is the reaction of alkene with any of these three agents. What is the aim? The aim is breaking pi bond which is weak and changing the unsaturated compound into saturated. طب هنشوف الكلام ده بقى في صوره رياكشنز. اول واحد اهو اديشن اوف هيدروجين، واحد منهم اه، لو بصينا ورا تاني اهو هيدروجين، هنبدا بده. يبقى اديشن اوف هيدروجين هتبقى هيدروجينيشن، اديشن اوف هالوجين هتبقى هالوجينيشن، اديشن اوف اتش اكس، اديشن اوف ووتر هتبقى كاتاليتيك هيدريشن، وهكذا.
فهنشوف كده اهو، هنلاقي الكينز رياكت وذ هالوجين وذ هيدروجين. بس هنا بقى في كونديشن معينه بقى لازم ناخد بالنا من كونديشن جدا لعسها، بيبقى في كاتاليست يا نيكل اور بلاتينيوم، ان اي ده نيكل بي تي بلاتينيوم، وممكن تكتب هيت بس مش مهم درجه الحراره 150 300، ما هي دي درجه حراره البوتاجاز، دي درجه الحراره العاديه اللي بنشتغل بيها في المعمل اللي هو الفليم بنزين فليم. يبقى ممكن نقول هيت يبقى سي ايثين بلس هيدروجين اديني ايثين اهو، ايه اللي حصل؟ كسرنا الباي بوند، وايه كمان؟ والهيدروجين عدده زاد، ده كان سي 2 اتش 4 بقى سي 2 اتش 6. طيب الحكايه دي استخدموها زمان قوي في الستينات او في الخمسينات بعد الحرب العالميه الثانيه، حصل بقى ان مفيش حروب ولا حاجه، وابتدى ايه الناس حالتها تتحسن وكلام من ده، ويفرطوا في الدهون في الاكل وتزيد امراض القلب. فابتدى ايه طبعا الدكتور اول ما ايه سبب المرض او الارتيريسكلروسيس او تصلب الشرايين او امراض القلب؟ ترسب الدهون. الدهون دي بتيجي منين؟ من الفاتس اللي بناكلها اللي هي الساتوريتد فاتس اللي فيها كوليسترول. طيب ما الزيوت بتدوب الكوليسترول، فالدكتور على طول مريض القلب ينصحه انه ياكل كل حاجه بزيت. طبعا زهق من الزيت، بياكل بزيت على طول زهق، ففكروا ان هم يحولوا له شكل الزيت، يعملوا له سمنه. فايه الفرق بين الزيت والسمنه؟ الاويل ليكويد وان ساتوريتد، يعني في دبل بوند. السمنه او الفات عباره عن سوليد وساتوريتد، يبقى عمليه بسيطه اعمل هيدروجينيشن للاويل اجيبه ايه؟ يتحول لسمنه. عملوا ايه؟ تصلب للزيوت، ابتدوا يعملوا البروسيس اهي. اويل هيدروجينيشن مانيفاكتشر اوف مارجرين اللي هي السمنه. الكلام ده طبعا في الستينات. والعمليه بيستخدموا فيها الهيدروجين بيحولوا الانساتوريتد اويل اللي هو الليكويد اويل زي مثلا زيت عباد الشمس، زيت الذره، اي زيت، الى ساتوريتد اللي هو السوليد اللي هو المارجرين. طبعا العمليه دي استمرت لغايه في الثمانينات، مؤتمر المكسيك بتاع البيئه سنه 85 حرم مدرجه الزيوت. وانت لو اشتريت اي علبه سمنه من اللي بتتباع في السوق هتلاقي مكتوب عليها سمنه غير مهدرج. اللي هم عملوها ازاي؟ بيخلطوها بزيت ايه؟ بزيت النخيل. دي قصه ثانيه مش تبعكم يعني. زيت النخيل اللي بنجيبه من ماليزيا ده زيت مشبع، فهو اصلا هناك سايح عشان المنطقه استوائيه، ما بيجي عندنا بيتجمد شويه، بيخلطوه بشويه زيوت يبقى سمنه من غير هدرجه ولا اي حاجه. طيب ف العمليه بتاعه تصنيع الزيوت لسمنه هي المقصود بيها ان انا ايه؟ هتناول الدهون في صورة زيوت عشان ما تبقاش تبقى صحية، وفي نفس الوقت شكلها من الزيوت على طول عشان الواحد ما يزهقش. طيب يبقى استفدنا من الهيدروجينيشن بتاع الايثين في هدرجة الزيوت فترة من الزمن، وبعدين اكتشفنا ان هدرجة الزيوت دي بتعمل مشكلة لان النيكل ده بيبقى في السمنة فبيعمل بيترسب في العظم ويعمل كانسر وحاجات من دي. فطبعا بطلوا الهدرجة خالص سنة 85 وبدأنا في قصة تانية. طيب يبقى الهيدروجينيشن ناخد بالنا بقى من الايه؟ من الكاتاليست نيكل اور بلاتينيوم وهيت، لازم الكونديشن تاخد بالك منه. نلاحظ كمان في الاديشن رياكشن زي الهيدروجينيشن والهالوجينيشن انه حاجتين بيدوك حاجه واحده. يبقى بنقول اديشن رياكشن ها هتلاقي حاجتين يدوك ايه؟ حاجه واحده. اه حتى في الهالوجينيشن هو اللي جاي انا رجعت تاني على الهيدروجينيشن عشان تشوف. برضو في الهالوجينيشن نفس القصه. حاجتين بيدوك حاجه بس في الرياكشن ده بقى الهالوجينيشن هو رياكشن ويز هالوجين سواء برومين او كلورين. طب البرومين بيتميز ان لونه ريد وكمان بندوبه في كربون تترا كلورايد عشان يبقى في صوره برومين ووتر لونها ريد. لما تمرر فيه غاز الاسيلين لونه بيروح. ايه السبب؟ السبب هو تكون كلرليس كومباوند اللي هو 1 2 داي برومو ايثين. تاني احنا هنا بنعمل اديشن رياكشن عادي ووصلنا لمركب عادي، البوند هتتكسر، البي ار هتيجي هنا والبي ار الثانيه هتيجي هنا، يبقى عندنا 1 2 داي برومو ايثين، مش هيبقى فيه دبل بوند، هيبقى ساتوريتد كومباوند من انساتوريتد ساتوريتد. امال ايه اللي على السهم ده؟ كربون تترا كلورايد. ده الكونديشن شرط التفاعل ان احنا بنزود بنبوب البروم في كربون تترا كلورايد. طب البروم لونه ايه؟ ريد، والناتج ده كلرليس. نبص نلاقي ان لما تمرر الاسيلين في ماء البروم الاحمر لون البروم يروح،
استفدنا بقى من الحكايه دي في حاجه تانية خالص، ان احنا نعمل ديتكشن للدبل بوند. يبقى لو اي مركب فيه دبل بوند عايز تتاكد ان فيه دبل بوند، زي الزيوت مرر فيه البرومين او الايودين، لو ما الايودين برضو لونه بني محمر، لو لونه راح يبقى بيكون مركبات عديم اللون، يبقى كده ده نعرف ان ده unsaturated compound. يبقى this reaction used to detect the unsaturated compound او to detect the presence of pi bond in the compound by removing the color of red bromine. اوكي يبقى دي detection experiment، اتحولت لديتكشن اكسبيرمنت. هذا الرياكشن اهميته انه بنستخدمه في الديتكشن، غير ان احنا بنعمل المركب ده بنستخدمه في الديتكشن. طيب نعالى بقى نشوف مع الاتش اكس ونشوف القصه بتاعت الاتش اكس. عندنا الهيدروجين هالايد له اسمين، ممكن نقول عليه هيدروجين هالايد او هيدروجين اسيد. اهو انا مديك اكزامبل، مديك لكل واحد بيان اهو. HF اذا كان ليكويد فعندنا ليكويد اسمه هيدروجين فلورايد ليكويد، واذا دوبته في ميه باكوا سوليوشن يبقى هيدروفلوريك اسيد. انا بديك دلوقتي فكره مين هو الاتش اكس عشان نقول الرياكشن مع الاتش اكس. طب نتعرف كده على الاتش اكس. الاتش اكس له صورتين، لو كان هيدروجين فلورايد ده بيبقى في صوره ليكويد، لو دوبناه في الميه يبقى هيدروفلوريك اسيد. طب لو ده هيدروجين كلورايد جاز، لو دب في الميه يبقى هيدروكلوريك اسيد. ده الفرق بقى بين كلمه هيدروجين هالايد وهالوجين اسيد. اه طب لو هيدروجين بروميد جاز، لما يدوب في الميه نقول عليه هيدرو بروميك اسيد. طب لو هيدروجين ايودايد جاز يبقى هيدرو ايوديك اسيد. لا طب احنا بنقول الكلام ده ليه؟ ساعات ما يقولكش وات از ذا ريزلت اوف ايه اوف ادينج هيدروجين بروميد، لا يقولك هيدرو بروميك اسيد، يبقى تبقى عارف الاسمين. HBr ده ممكن نسميه هيدروجين بروميد لو كان في الحاله الغازيه، او نسميه هيدروبروميك اسيد. خلاص يبقى الهيدروجين هالايدز لايك HBr HCl HBr and HI react with alkenes by addition، and hydrogen halide or halogen acid break the pi bond in alkene وبيحوله الى saturated compound اللي هو alkyl halide. يبقى الناتج هيبقى ايه؟ alkyl halide. ممكن نشوف الحكايه دي بسرعه على البورد. دلوقتي احنا عندنا، احنا خدنا الريجنتس اهو، الريجنتس اللي احنا يعني ايه ريجنتس؟ المواد اللي احنا هنعمل لها اديشن، اللي احنا هنضيفها ريجنتس. الريجنتس ممكن نقسمهم لمجموعتين، مجموعه سيمتريك ومجموعه اسيمتريك. ايه ده؟ ده الالكين؟ لا ده مش الالكين، ده انا بقسم الريجنتس، المواد اللي انا هعمل لها اديشن. مش قلنا هنضيف H2؟ طب ما H2 ده عباره عن H و H، هل الاثنين زي بعض ولا لا؟ زي بعض. يا دام الاثنين زي بعض، دي زي دي، يبقى في الحاله دي سيمتريك. طب ومين تاني؟ Br2 او X2 برضه عباره عن بي ار ماسكه في ار، مفيش حد غريب، يبقى الاثنين نوع واحد، يبقى دول سيمتريك ايجنت. امال ايه سيمتريك؟ الاي سيمتريك اللي هو غير متماثل، يعني مش زي بعض. اهو لما اقول لك اتش بي ار اهو، يبقى كده البي ار نيجاتيف والاتش بوزيتيف. شفت بقى مختلفين ازاي؟ لما اقول لك اتش 2 او، اتش او اتش اهو، الاو اتش نيجاتيف والاتش بوزيتيف، يبقى مختلفين. لما اقول لك HOSO3H اهو، دي الهيدروجين سلفيت نيجاتيف والH بوزيتيف، ده الاسيد، ده سلفوريك اسيد. يبقى الاول حاجه لازم نعرف الفرق بين السيمتريك ايجنت والاسيمتريك ايجنت. طيب ثاني حاجه لازم نعرفها بقى، يعني ايه كلمه احنا هنقسم الالكينز اهو الى مجموعتين، مجموعه سيمتريك ومجموعه unsymmetric او asymmetric. يبقى هناخد حاجة اسمها symmetric. زي ما قسمنا reagents هنقسم الايه؟ الالكينز. symmetric alkenes
يعني الالكينز اللي فيها اهو اللي هي in which الكينز in which the two unsaturated carbon atoms ذرة الكربون ذرتي الكربون الغير مشبعتين اللي هما على جانبي الدبل بوند unsaturated carbon atoms مالهم have same number of hydrogen atoms يبقى السيمتريك الكينز ار الكينز ان ويتش ذا تو انساتوريتد كربون اتومز هاف ذا سيم نمبر اوف هيدروجين اتومز. اما الاسيمتريك او الانسيمتريك الكينز هيبقى نفس الكلام برضه ذا ان ويتش ذا تو انساتوريتد كربون اتومز بات هاف ديفرنت نمبر اوف كربون اتومز. هنشوف ازاي ده بامثله دلوقتي. يبقى two unsaturated carbon atoms at both sides of double bond have different number of hydrogen atoms. نشوف الكلام ده كده يبقى عندهم different number. تعال نشوف الكلام ده اهو لو ده كان symmetric اهو ادي المركب symmetric اهو مثال إيثين اهو ده الإيثين. طب example تاني two butene اهو two butene H H H يبقى هنسميه حسب اللونجست تشين يبقى أربعة يبقى نقول إيه؟ بيوت بيوت إين عشان دبل بوند بيوت الدبل بوند فين؟ أدي واحد اتنين تلاتة نمرة تلاتة يبقى بين اتنين وتلاتة يبقى نقول نمرة اتنين يبقى نقول تو بيوتين. التو بيوتين فين التو أنساتوريتد كربون أتومز؟ اهو شوفهم كده اهو اللي عليهم النقطتين دول اللي هو على جانبي الدبل بوند وهنا برضه اللي عليهم النقطتين دول برضه. طب دي لا ده دي ساتوريتد معاها كل الاتشات الان ساتوريتد هما الاثنين دول بس اللي عليهم الدبل بوند اللي حوالين الدبل بوند. دي معاها كام اتش؟ 1 ودي معاها كام اتش؟ 1 يبقى ايكوال النمبر اوف هيدروجين. هنا برضه سيم نمبر اوف هيدروجين دول معاها 2 ودي معاها 2 يبقى دول كلهم ساتوريتد سيمتريك. طب الانسيمتريك بقى الانسيمتريك اهو نرجع ندي امثله او الاسيمتريك. تعالى بقى في الاسيمتريك هتلاقي ايه حاجه مختلفه. ايه بقى المختلف؟ هنشوف دلوقتي مين ده؟ 1 2 3 يبقى بروب يبقى بروبين الدبل بوند اهي بين 1 و2 يبقى 1 بروبين. طيب فين التو كربون اتومز الانساتوريتد؟ ها؟ هل هم دي ودي ولا دي؟ اه لا اللي على جانبي الدبل بوند اهو ادي نقطة ودي نقطة. طب دي معاها كام اتش؟ على اليمين دي معاها 2 اتش ودي معاها كام اتش؟ 1 يبقى هل زي بعض ولا مختلفين؟ لا اختلفوا. هنا 2 وهنا 1 يبقى different number of hydrogen atoms. ناخد example تاني اهو اخد ده مش قلنا ده البيوتين اهو اخوه بقى 1 بيوتين اهم حاجه في الالكين الحته دي مهمه جدا. شوف هنا عندنا two unsaturated carbon atoms مين هما؟ دي ودي؟ لا دول saturated واخدين اكبر عدد من الهيدروجين.
لا اللي عندهم الباي بوند والدبل بوند اهي، يبقى دي ودي اه شوف عليهم نقطة زرقاء، هم دول الانساتوريتد. طب هل عندهم نفس دي معاها كام اتش؟ معاها اتنين، ودي معاها اتش واحدة، يبقى هل نفس العدد من الاتش؟ لا، يبقى انساتوريتد. يبقى شفت بقى، يبقى ايه سوري انسيمتريك. يبقى الانسيمتريك او الاسيمتريك اللي هو in which the two carbon atoms at the both sides of double bond او two unsaturated carbon atoms have different number of hydrogen. اهو هنا different number وهنا different number. طيب دول هيفرقوا في الاديشن؟ اه هيفرقوا طبعا. هنشوف دلوقتي لما تيجي تحط symmetric agent هنا يعني بروم وبروم هتحتاج قاعده؟ لا، حط البروم هنا او هنا، اكسر الباي بوند واحط واحد هنا واحد هنا، ممكن تقلب بي ار هنا بي ار بي ار عادي، اتش اتش عادي. طب لو انسيمتريك ايجنت زي الاتش اكس يفرق هنا؟ حط الاتش هنا والاكس هنا، هقراه من هنا بروم مثلا، اقول تو بروم، من هنا اقول تو بروم. يبقى في حال اون اديشن اوف سيمتريك ايجنت تو سيمتريك الكين نو رول، مفيش قاعده، اي حد حط في اي حته. طب انسيمتريك ايجنت او اسيمتريك ايجنت لايه؟ لسيمتريك الكين نو رول، لان عندك اتش بي ار حطها هنا حطها هنا هتتقري من هنا، من هنا برضو نفس القصه مفيش مشكله. لكن القاعده بقى اللي هنستخدمها لما نيجي نضيف اسيمتريك ايجنت لاسيمتريك الكين، اهو عندنا الاسيمتريك ايجنت اهو، كنا واخدين منهم مجموعه هنشوفها. قلنا الاتش بي ار دول كلهم اسيمتريك ايجنت، وقلنا ان الووتر والاسيد اسيمتريك ايجنت، هنشوفها كده. سيمتريك ايجنت ار الكينز هاف وين ويتش تو انساتوريتد كربون اتومز اون ذا بوث سايدز اوف ذا دبل بوند ها هاف ذا سيم نمبر اوف هيدروجين. زي ما نشوف في الحاله دي، ده مين؟ ما ده التو بيوتين. فين الانسيمتريك؟ اهو الاثنين دول انسيمتريك انساتوريتد كربون اتومز. طب الاثنين انساتوريتد كربون اتومز هاف سيم نمبر، يبقى سيمتريك. وهنا الانساتوريتد كربون اتومز هاف ذا سيم نمبر اوف هيدروجين، هنا اثنين وهنا اثنين، يبقى سيمتريك. طيب حاله الالكينز بقى النوع الثاني اللي هو الانسيمتريك، اولا هنا الاديشن ما فيهاش رول ولا حاجه، بتطلع لك برايمري اركايل هالايد. ايه اركايل هالايد ده؟ اهو المركب ده، مش بنقول ايثايل بروميد او برومو ايثين؟ يبقى الحته دي اسمها الكايل وادي هالايد اهو اللي هو البرومين، يبقى الكايل هالايد اهو اهو الكايل هالايد. طيب امتى بقى نستخدم الرول؟ اهو في حاله الاسيمتريك الكينز. مين هم الاسيمتريك الكينز؟ قلنا الالكينز اللي فيهم تو هيدروجين تو كربون اتومز at the both sides of double bond يعني two unsaturated carbon atoms have different number of hydrogen. اهو معاه 2 H 1 H، ماليش دعوه بدول، دي انا ليا دعوه بالاثنين على جانبات دبل بوند. دي معاها 2 H ودي معاها H، يبقى ده ها معايا ده ال 1 بروبانول، ده ال 1 بروبين. اوكي ده ال 1 بروبين اهو، ال 1 بروبين في الفيرست كربون اتوم معاها 2 H، لكن السكند معاها H، يبقى في اختلاف اهو، الاثنين على جانبات دبل بوند. الاسيمتريك اركين رياكت باي اديشن ويز هيدروجين هالايد، هيدروجين هالايد از اسيمتريك ايجنت، يبقى اسيمتريك مع اسيمتريك هنختلف مع بعض نحط فين؟ اهو نرجع للبورد بسرعه ونشوف بقى هيحصل ايه. اهو ادي اتش بي ار هنحطه على البروبين، هنعمل له اديشن للبروبين، هنا اتش هنا اتش هنا اتش وهنا اتش اتش اتش. ها فين التو انساتيت كربون اتومز؟ اهو وهنا الاثنين اهو اللي عليهم نقطتين دول هم دول. طب لما نيجي نحط الاتش بي ار هيحصل ايه بقى؟ احط الاتش فين والبي ار فين؟ هيبقى عندنا رايين دلوقتي اهو، هنا هيبقى في رايين، في راي هيقول لك هتكتب المركب اهو مرتين ونشوف كل راي. احنا هنكسر الباي بوند يعني الدبل بوند هتتكسر في الحالتين، وادي الاتشات القديمه اهي زي ما هي اهي
كل حاجه زي ما هتعمل اديشن رياكشن اكتب القديم تاني. كتبنا القديم هنا وهنا. ايه الحاجه الجديده بقى؟ الاتش بي ار. ها حاجه من اتنين، يا اما احط احنا فين بقى الدبل بوند كانت هنا وهنا، يا اما احط الاتش هنا والبي ار هنا، ده رايي. اور راي تاني واحد يقول لك لا حط لي الاتش هنا والبي ار هنا، اهو حط له الاتش هنا والبي ار هنا. مين الراي بقى اللي هيمشي او مين اللي بيحصل فعلا؟ اللي بيحصل هنا محتاجين لقاعده، ما احنا اختلفنا اهو، احنا جينا نحط الاتش بي ار هنا نعمل اديشن، اختلفنا هنحط البي ار فين والاتش فين، واحد قال لي حط الاتش هنا والبي ار هنا اهو، واحد تاني قال لا حط البي ار هنا والاتش هنا. اما طب هو في فرق بين الاثنين؟ ايوه ده هيبقى 2 برومو بروبين، 2 برومو بروبين. لكن الناحيه الثانيه اللي ده اللي على شمالك، اللي على يمينك هيبقى اسمه 1 برومو بروبين، يبقى في فرق طبعا. طب هنحل المشكله دي ازاي؟ اه هيحلها واحد اسمه ماركوني كوف. اه ماركوني كوف هيعمل لنا حاجه اسمها ماركوني كوف رول. هي دي قاعده ماركوني كوف اللي هتحل المشكله بقى. ايه المشكله؟ قال لك اون ادينج اسيمتريك ايجنت، ما هو ده اسيمتريك عشان قلنا دي بوزيتيف ودي ايه؟ نيجاتيف. تو اسيمتريك الكين، قلنا ده اسيمتريك ليه؟ عشان الكربون دي معاها 2 اتش ودي معاها اتش، يبقى مختلفين. لما تحط اسيمتريك على اسيمتريك او انسيمتريك على انسيمتريك اعمل ايه؟ شوف مين فيهم معاها اتش اكتر. ها؟ كربونيه دي ولا دي؟ لا دي. اللي معاها اتش اديها اتش. اه يبقى الاتش اتوم جو تو ذا كربون اتوم ويتش هاز جريتر نمبر اوف هيدروجين. And the BR go to the other one اللي عندها عدد اقل. يبقى ماركوني كوفز رول بتقول ايه؟ On adding HX او اي symmetric agent طبعا بيبقى اوله H. Put the positive part او add the positive part to the carbon atom which has greater number of hydrogen. And put the negative part to the other one اللي هي عندها less number of hydrogen. يبقى في الحاله دي مين اللي هيمشي، ده ولا ده؟ ها اكيد ده طبعا. الرسم ده هيبقى غلط، يبقى الرسم ده اللي هيبقى صح ولا غلط. كده هنراجع بقى قاعده ماركوني كوف مره ثانيه اهو ونشوف. اسيمتريك ريجنت اسيمتريك الكينز رياكت باي اديشن ويز هيدروجين هالايد اتش اكس تو فورم يا اما سكندري الكال هالايد. مين هو السكندري اللي كان على شمالك اللي احنا اخترناه اللي هو 2 برومو؟ طب وليه سموه سكندري؟ هذه الحته دي مهمه عشان بارت 2 اهو، نرجع له كده نشوفه تاني على البورد. ده اسمه سكندري ليه؟ ده بيقول عليه سكندري. سكندري الكال هالايد، سكندري بروبايل برومايد. اهي 1 2 3 بقى بروبايل برومايد. بروبايل هي الالكي الالكايل جروب ار، مش ميثين ميثايل ايثين ايثايل بروبين بروبايل، هي بروبايل هي. يبقى لانها الكين ناقص اتش بدل الاتش في ار يبقى بروبايل برومايد. هذا البروبايل برومايد الكربون اللي ماسكه في البروم معاه اتش واحده، يبقى في الحاله دي بنقول عليه ايه؟ سكندري. خلاص دي هنبقى ناخدها بعد كده في الكحولات، ما تقلقش منها دلوقتي، هنقولها تاني في الكحولات. يبقى بيطلع سكندري الكايل هالايد هاز ا لارجر اهو سكندري الكايل هالايد باي ادينج هيدروجين اتوم اللي هي البوزيتيف بارت اللي هي الاتش اكس اللي في الاتش اكس تو ذا كربون اتوم ويتش هاز لارجر نمبر اوف هيدروجين وايل ذا هالوجين اتوم اللي هي اكس از ادد تو ذا كربون اتوم ويتش ويتش هاز ا سمولر نمبر. يبقى بنحط الاتش بوزيتيف اللي عندها لارجر نمبر اوف هيدروجين، الكربون معاها لارجر نمبر اوف هيدروجين، ونحط الاكس اللي عندها ليس نمبر. معايا؟ دي قاعده ماركوني كوف. نشوف بقى مثال تاني اهو. باي ادينج هيدروجين برومايد لل1 بروبين، ها
الوان بروبين ده سيمتريك ولا ان سيمتريك؟ ها سيمتريك ولا ان سيمتريك؟ ها طب شوف كده الكربونات اللي على جنبات دبل بوند، ها دي معاها كام اتش؟ اتنين، ودي واحد، يبقى ان سيمتريك عشان مختلفين في عدد الاتشات. ها وده كان ان وده ان سيمتريك ايجنت، لان حته بوزيتيف وحته نيجاتيف. يبقى لما نضيف الان سيمتريك ايجنت الان سيمتريك الكين زي ما انت شايف، اهو الاتش هتروح لمين؟ للكربونيه معاها اتش اكتر، اهي دي معاها اتشين، يبقى جي لها اتش تبقى 3 اتش. والبي ار يبقى اللي معاها الايه؟ ها شايف اللي معاها عدد اتشات اقل، واحد اهو بي ار اهي، يطلع التو بروم، وهو ده السكندري الكال هالايد اللي بنقول عليه. قاعده ماركوني كوف عايزه مراجعه جامده جدا اهو، بتقول اون ادينج اسيمتريك ريجن ساتش از اسيد هالايد اهو اتش بوستر موتر، الاسيمتريك كتيره اللي فيهم بوستيف ونيجاتيف اسيد، ها اي حاجه من دي، تو اسيمتريك الكين، عرفنا بقى الاسيمتريك الكين اللي فيه تو كربون اتومز اون بوث سايدز اوف دبل بوند هاف ديفرنت نمبر اوف هيدروجين، ذا هاي ذا بوستيف بارت اللي هو الهيدروجين از ادد يضاف للكربون اتوم ويتش هاز لارجر نمبر اوف هيدروجين، اللي معاها اتشات اكتر اديها اتش خلاص larger number of hydrogen atoms while the negative part is added to the carbon atom has less number of hydrogen atoms. اوكي خدنا كوني كوف دي تهتم بيها جدا وتاخد بالك من تطبيقاتها. alkenes react with water in presence of catalyst another reaction، يبقى احنا خدنا الهيدروجينيشن يعني addition of hydrogen، خدنا الهالوجينيشن addition of halogen، وادي addition of water but in presence of ايه؟ catalyst. طب ليه هنا في كاتاليست؟ طب ما هو كل مع الاتش بي ار ما كانش في كاتاليست. الووتر كلنا عارفين ان هي اصلا طبعا مش الميه اللي بنشربها، اللي بنشربها دي سلاين يعني محلول ملحي، لكن بنتكلم على ديستلد ووتر الماء المقطر H2O بس. ده ما بيوصلش الكهرباء كويس وفي نسبه من الهيدروجين ايونز قليله جدا. احنا قلنا في الاديشن مين اللي هيعمل اديشن الاول؟ الاتش بوزيتيف. ما دام هيعمل اديشن الاول الاتش بوزيتيف يبقى في الحاله دي ايه؟ ها؟ يبقى لازم يكون في اتش بوزيتيف كتير، الميه ما فيهاش اتش بوزيتيف كتير، يبقى في الحاله دي ايه؟ يبقى في الحاله دي محتاجين لاسيد عشان يزود الميه بعدد كبير من الاتش بوزيتيف ويبدا عمليه الاديشن ويقدر يكسر الباي بوند. يبقى بيقول لك اهو جيف ريزون او وات از ذا رول اوف سلفيريك اسيد كاتاليتيك هيدريشن تو انكريز ذا كونسنتريشن اوف هيدروجين ايونز اند بريك داون ذا دبل بوند. ان الكين ليه؟ از ووتر از ا ويك الكترولايت ادي واحد، هاز سمول كونسنتريشن اوف هيدروجين ايونز ادي اثنين، سو انيبل تو بريك دبل بوند ما تقدرش تكسر، فمحتاجه سلفيريك اسيد. ممكن يقول لك الكلام ده بدل وات زيرول يقول لك جيف ريزون، جيف ريزون سلفيريك اسيد از يوزد ان كاتاليتيك هيدريشن از ا كاتاليست، هنقول بيكوز ات هيلب تو انكريز ذا كونسنتريشن اوف هيدروجين ايونز اتش بوزيتيف اند هيلب بريك اوف بوند. اوكي طيب سلفيريك اسيد رياكت ات فير شوف بقى شوف الرياكشن، الرياكشن ده اسمه كاتاليتيك هيدريشن، وادي الملخص بتاعه الكين بلس ووتر ادينا الكول، يبقى هنرجع تاني للالكول عكس التحضير، هنرجع تاني للالكول عكس التحضير، بس العمليه بتتم على خطوات، هنشوف بقى ايه الخطوات. اهو اول حاجه الاسيلين هيحصل عمليه اديشن، هيحصل له عمليه اديشن بواسطه السلفيريك اسيد ويديني ايثايل هيدروجين سلفيت. اهو شوف كده ادي الايثيلين، بص كده ايثيلين او ايثين، وادي السلفيريك اسيد بالطريقه اللي احنا بنكتبه بيها اللي اتفقنا عليها HOSO3H. الاتش بوزيتيف اول خطوه هيحصل اديشن، يعني ايه اديشن؟ الاسيد ده حتتين اتش بوزيتيف و OSO3H نيجاتيف. الاتش بوزيتيف هتيجي هنا اهو بدل سي اتش 2 بقت ايه؟ سي اتش 3، والحته اللي باقيه الثانيه اللي هي او اس او 3 اتش هتركب هنا اهو عند السي اتش 2 اهو، يقوم يطلع لك برضو الايثايل هيدروجين سلفيت اللي خدناه، بس هناك كان اتكون بطريقه ثانيه، كان اتكون من الايثانول من الالكول، بان انا اخد اتش من الاسيد مع او اتش من الالكول واكون ايثايل هيدروجين سلفيت واطلع ميه، لكن هنا اديشن رياكشن وبرضو اد 80 زي الثاني، بس المره دي انا بادي بايثين، هناك بدات بايثانول خلي بالك. The second step is hydrolysis of this product which is intermediate compound. الإيثايل هيدروجين سلفيت. طب يعني إيه كلمة hydrolysis؟ تحلل مائي.
يعني ايه تحلل مائي؟ يعني الماده دي هتتفك في الميه تبقى مادتين. اهو شايف؟ شايف كانت ماده واحده؟ اهي سايل هيدروجين سلفيت اللي هي دي هتتفك في الميه تبقى ايه؟ مادتين. هيبقى عندك ايثانول سلفيريك اسيد يطلع تاني، بقى السلفيريك اسيد وظيفته انه يكسر الباي بوند ويطلع تاني، يكسر الباي بوند الميه يقول لها اتفضلي تخش وما هو طالع. طب حصل هنا الرياكشن ازاي بقى؟ الخطوه الثانيه الاولانيه فهمناها، الاتش دي جت هنا بقت سي اتش 3 والاو اس او 3 اتش جت هنا بقت سايل هيدروجين سلفيت. طب ده اتفك في الميه ازاي بقى؟ والكلام ده بيبقى عند 110 درجه. بص بقى الميه اتش او اتش، الاسيد عايز ايه عشان يكمل؟ ناقصه اتش اهو، يبقى هيطلع ايه؟ هيطلع اتش 2 اس او 4. طيب وال هيتبقى من الميه او اتش هتيجي انتم راكبه هنا اهو جنب السي اتش 3 سي اتش 2 هيبقى ايثانول. تاني نقول تاني بس خلي بالك معايا عشان تفهم الهيدروليسيس، الماده دي اتفكت في الميه بقت مادتين ازاي؟ الميه اتش و او اتش كويس؟ الاتش هياخدها الاو اس او 3 اتش يرجع اتش 2 اس او 4 تاني اهو، ادي اتش و اتش جايه بقى اتش اس او 4، والاو اتش اللي من الميه هتركب هنا على سي 2 اتش 5 هيديني ايثانول. بس الرياكشنز دي مهمه جدا وعكس التحضير بالظبط. التحضير كانت دي هيدريشن نزع ميه وصلنا من ايثانول لايثيلين، لكن هنا العكس، هنا من ايثيلين لايثانول وهنا خطوتين وهناك خطوتين مختلفتين، الاولانيه رياكشن مع الاسيد وبعدين ثيرمال ديكومبوزيشن، لكن هنا اديشن وبعدين هيدروليسيس، والناتج التوتال رياكشن هنا كاتاليتيك هيدريشن، لكن هناك التوتال رياكشن كان دي هيدريشن. يبقى كاتاليتيك هيدريشن اديشن اوف ووتر ان بريزنس اوف كاتاليست، ادي الايثين مع الووتر دايلوت سلفوريك اسيد و110 درجه يديني سايل، يديني ايثيلين ايثانول على طول اللي هو الايثايل الكول. يبقى كده ممكن يقول لك هاو كان يو اوبتين ايثانول فروم ايثين اند ذا اوبوزيت. في الحاله دي مش مهم تعمل كل الخطوات الاربعه دول اثنين واثنين، لا تعمل على طول الدي هيدريشن وبعدين الكاتاليتيك هيدريشن. طيب نيجي للاكسديشن، هل الاكسديشن هنا زي الاكسديشن اللي كنا بناخدها في الان اورجانيك ان انا اتحاد الماده بالاكسجين يقول لك حاجه اتاكسدت اتحاد؟ لا لا، هنا فكره ثانيه خالص اهو، اقولها لك على البورد بسرعه كده اهو. الاكسديشن هنا قبل ما نقراها بس نفهمها اهو، ايه هي الاكسديشن هنا بقى؟ بص يا سيدي، الاكسديشن هنا ان انت عندك الكين، ايا كان الالكين ده اي عدد كربونات، اي عدد كربونات بتفعله مع اوكسيدايزنج ايجنت. الاوكسيدايزنج ايجنت هنا بيعمل ايه بقى؟ بيدخل لك 2 او اتش. انا مش فاهم انا جت منين دي ال 2 او اتش دي. الاوكسيدايزنج ايجنت شغلته ان اللي هو سواء كان كي ام ان او 4 بوتاسيوم برمنجانيت ان الكلاين ميديا بيديك او مع الميه اهو، مش الميه اتش او اتش، اتش او اتش ومعاها كمان او يبقى 2 او اتش اهو، اتش او اتش و اتش يبقى عندك الميه اتش 2 او وادي اتش يبقى ايه؟ يبقى او اتش إيه سوري وادي او يبقى المؤكسد او مع او اتش و اتش يبقى في الحاله دي ايه؟ اتش 2 او اهو. ممكن اعملها لك تاني نقول نشوف فكره الاكسده تاني عشان مهمه عشان تفهمها كويس. احنا قلنا الاوكسيدايزنج ايجنت اللي هو بوتاسيوم برمنجانيت جيف او بلس اتش 2 او اللي هي الميه. طب ازاي؟ اهي ادي الاو بتاع الاوكسيدايزنج مع الميه اتش او اتش يبقى كده معاك كام او اتش؟ او اتش او اتش او اتش. طيب ولو كان الاوكسيدايزنج ايجنت هيدروجين بيروكسيد اتش 2 او 2 اللي هو ميه الاكسجين اوكسجين ووتر نشتريها من الاجزخانه ميه الاكسجين عباره عن اتش او اتش دي جاهزه اهي او اتش او اتش. ايه اللي بيحصل هنا؟ بيحصل اديشن على الدبل بوند. يعني بيحصل ايه بقى؟ اهو هوري لك انا بلون تاني اهو، ادي الالكين حصلنا ايه؟ كسرنا الدبل بوند فاتكونت ركبت هنا او اتش وهنا او اتش اهو. بص كده هركب لك هنا او اتش وهنا ايه؟ هتركب اللمبتين دول
طيب احنا قلنا بقى الالكين ايا كان عدد الكربونات اللي فيه اي حاجه عادي، يبقى ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان الالكين اي حاجه فيها دبل بوند يبقى الكين مع او اتش او اتش او اتش او اتش جايه منين؟ يا اما من اوكسيدايزنج ايجنت اداني او زائد الميه لانه دايب في ميه، يبقى الاو مع الميه تديك 2 او اتش، او عندي هيدروجين بيروكسيد اللي هو ميه الاكسجين H2O2 اهو هيدروجين بيروكسيد ميه الاكسجين في 2 او اتش طبيعي جاهز. ايه اللي هيحصل؟ هعمل اديشن اكسر الباي بوند واحط ال 2 او اتش واحده هنا وواحده هنا، يوم يطلع لي مركب اسمه الجلايكول. اسم جديد عليه جلايكول او داي هيدروكسي كومباوند. داي هيدروكسي كومباوند اوكي، ادي اللي بينتج. يبقى الجنرال مينينج بتاع الاكسديشن ايه؟ عشان انت مهما تقراها مش هتفهمها لما نقعد نعمل كده مع بعض. بص بقى معايا، الكينز ار اوكسيدايزد باي اوكسيدايزنج ايجنت ساتش از هيدروجين بيروكسيد H2O2 ده اللي في 2 او اتش جاهزين، والبوتاسيوم بيرمنجانيت اللي هي KMnO4 اللي هتديك الاو مع الميه تو فورم داي هيدروكسي كومباوند اللي احنا شفناه او اتش او اتش اللمبتين اللي ركبوا دول يديني اسمه جلايكو. طب ده الجنرال ديفينيشن بتاع الاكسديشن باي اوكسيدايزنج ايجنت. طب عايزين بقى نشوف اكزامبل. في عالم اسمه باير عمل رياكشن معين استخدم اوكسيدايزنج ايجنت معين والكين معين. مين الالكين؟ ايسين او اسيلين. مين اوكسيدايزنج ايجنت؟ بوتاسيوم برمنجانيت ان الكالاين ميديا. ايه الناتج؟ اللون البرمنجانيت الفايلوت لونها فايلوت راح واتكون مركب عديم اللون اسمه ايه بقى؟ اسمه ايسيلين جلايكول. في الاخر خالص اسمه ايسيلين جلايكول. طب ازاي ده حصل؟ هنشوف حالا. ادي الاسيلين وادي الاكسجين اللي جاي من اوكسيدايزنج ايجنت، ده مش جاي من الهواء ده جاي من هنا، الماده دي اكسجين دونر، ولما تدي الاكسجين بتاعها لونها بيروح فبتديني كلر ليس كومباوند في الاخر. فالكالاين ميديم بتديني هذا المركب. جه منين؟ كسرت الباي بوند ها وحطيت هنا او اتش وهنا او اتش اهو ادي او اتش او اتش فطلع لي ايثيلين جلايكول 1 2 داي هيدروكسي ايثين، ده الكومن نيم ايثيلين جلايكول وده الايوباك نيم 1 2 داي هيدروكسي ايثين. هذا المركب له اهميه اقتصاديه جامده جدا، هاي ايكونوميك امبورتنس. احنا عارفين في الدول البارده بيبقى في كل العربيات في ريديتير العربيه في ميه عشان تبرد الموتور. في الدول البارده درجة الحرارة بتنخفض عن الزيرو، فممكن المية اللي في الريديتير دي تتجمد. طب نعمل ايه؟ اجي ادور ما الاقيش بقى، المية بقت تلج. لا هما عندهم على طول في الدول الباردة بيستعملوا ايه؟ بيجيب جيركن ايثيلين جلايكول من البنزينة، حطه في مية الريديتير. الايثيلين جلايكول بيمنع التجمد. انتي فريز. يبقى المية مهما درجة الحرارة تنخفض ما تتجمدش، تفضل تلج. وده حاجة مهمة جدا. This reaction used الاول طبعا الرياكشن ده له اهميه، والايثيلين جلايكول زي ما قلنا انتي فريز هنشرحها دلوقتي. قلنا الايثيلين جلايكول سوري الرياكشن بتاع الاكسديشن له اهميه انه بيشيل لون البرمنجانيت، يبقى ممكن ديتكشن الدبل بوند. يبقى عندنا طريقتين للديتكشن، طريقه البرومين الريد برومين لونه بيروح وطريقه البرمنجانيت. اما الناتج ده الايثيلين جلايكول له ايكونوميك امبورتنس مهمه قوي، اهميه اقتصاديه مهمه جدا. It is used as antifreeze يعني مانع للتجمد، مانع للتجمد. مادة مانعة للتجمد to prevent the freezing in of water in carburetor. طيب يبقى أنا ممكن أعتبر ده سؤال جيفريزون لغاية هنا. يعني جيفريزون إيثيلين جلايكول is used as antifreeze in carburetor to prevent freezing of water. دي مش الإجابة. لو عايز يقول لك يعني بيمنع التجمد إزاي؟ الإجابة هي ان هو بيعمل هيدروجين بوند مع الووتر مولكيول. مش فيه هو فيه او اتشات، الاو اتش دي بولر بتعمل هيدروجين بوند مع الووتر مولكيول وتمنع ان الووتر مولكيولز تعمل هيدروجين بوند مع نفسها، تقوم تمنع تكوين الايس كريستلز. يبقى ايه؟ بيكوز ات فورمز هيدروجين بوند ويز ووتر مولكيول اند بريفنت ذا كومبينيشن اوف ووتر مولكيول ويز ايتش اذر
to form ice crystals. لازم الجملة تبقى كاملة لغاية الايس كريستالز. وانا هقول لك على مثل عشان تستوعب دي. انت لو عندك اي برفان حطه في الفريزر وتحداك انه يتجمد. البرفان فيه ايه؟ في سبيرت وايثانول، والايثانول مش فيه او اتش، والاو اتش او بوزيتيف، او نيجاتيف واتش بوزيتيف، فبتعمل بتتجاذب مع جزيئات الميه، بتتجاذب مع الاو في الميه، وبتعمل هيدروجين بوند، تقوم تمنع الميه تعمل مع نفسها هيدروجين بوند، فتكونش التلج. طب ما الايثيلين، ما الايثانول ارخص من الايثيلين جلايكول، ما يستخدمش ليه كانتي فريز؟ ها؟ فكر في السؤال ده تاني. بنقول لو عندك برفان في البيت حطيته في الفريزر مش هيتجمد. ليه؟ ده البرفان بيبقى فيه شويه ميه، ساعات يبقى كلونيوم، وساعات ما بيتجمدش. ليه؟ بيبقى الاهل سيبرته بتخفف بشويه ميه، وعليه لان الايثانول اللي هو الموجود على البرفان ده فيه او اتش جروب، الاو اتش جروب بتعمل هيدروجين بوند مع الووتر تمنع تجمد الميه فما يتجمدش. اي كلوني عندك حطها في، رغم ان فيها نسبه ميه لكن متخففه بميه، لكن ما كان ما تجمدش بسبب الايثانول. طب ما الايثانول ارخص من الايثيلين جلايكول، ما استخدموش ليه انتي فريز بقى؟ ها؟ ده سؤال ذكاء شويه، لو انت فكرت فيه شويه تقول لي لو وصلت الحل. ها؟ لان الايثانول درجه غليانه 78، درجه غليانه منخفضه. وانا بدور درجه الميه في العربيه بتوصل ل 90، يعني هيطير من اول تدويره مش هلاقيه تاني. لكن الايثيلين جلايكول درجه غليانه عاليه، عشان احنا هندرس بعد كده البويلنج بوينت وهتعرف الحكايه دي. درجه غليانه عاليه الايثيلين جلايكول، درجه غليانه 190 تقريبا، فايه لما تدور مهما تدور هتلاقيه موجود عامل زي الزيت كده، يفضل في الميه على طول مهما الميه غليت ما يجراش اي حاجه. يبقى اذا الايثانول ما ينفعش يستخدم هاز انتي فريز، لكن الايثيلين جلايكول يستخدم، ودي مهمه جدا. يبقى الدرس ده بتاع الاكسجين ده درس مهم جدا، عرفنا منه ازاي نحصل على الجلايكولز، مركبات الجلايكولز زي الايثيلين جلايكول ليها اهميه اقتصاديه. عرفنا كمان ان احنا ممكن نستخدمه في الديتكشن اوف دبل بوند زيه زي البرومين ووتر، لان الماده دي لونها فايلوت، ولما يحصل اديشن بالطريقه دي او اوكسيديشن بتتحول لكالرليس كومباوند اللي هو الايثيلين جلايكول. ولو سالك في الامتحان ليه جيف ريزون تسم بالمنجنيت كان بيوزد تو ديتكت دبل بوند، هنقول بيكوز اتس كالر disappear by addition giving colorless compound. اوكي okay؟ بعد كده اخر حاجه درس البوليمرايزيشن، وطبعا هو درس الايثيلين درس كبير شويه لانه بيأسس في كل الرياكشنز بتاعه الاورجانيك تقريبا، فبالتالي يعني ده درس طويل وتاخد بالك منه، وهنطبقه في الالكاينز. لما ناخد بقى درس الالكاينز هيبقى سريع جدا لانه هنطبق كل الكلام ده تاني، مش هنقعد نعيده. البوليمرايزيشن، كلمة بوليمر يعني ايه؟ يعني من يونتس، وحدات كتير. انا هديك مثل بقى، عارف السبحة؟ السبحة وحدات كبيرة كتيرة، زي العقد، العقد برضو وحدات كتيرة، مش كله خرزات؟ ركب خرزة في خرزة في خرزة يطلع لك عقد، خرزة في خرزة في خرزة دي سبحة كبيرة. هو ده السبحه دي بوليمر، او العقد ده البوليمر، والوحدات الخرزات دي هي دي المونومر، مش مونيمر، مونومر مش مونيمر. يبقى اذا البوليمرايزيشن هي عمليه اتحاد عدد كبير جدا من الوحدات الصغيره. هنا الوحدات الصغيره عندنا هتبقى انساتوريتد زي الايثيلين موليكول، الايثيلين موليكول كله كربونتين كربونتين. عشان اكون يبقى الايثيلين مولكيول ده هسميه ايه؟ هسميه مونومر، او الوحدات الصغيره دي من الايثيلين هسميها مونومرز، هتتحد مع بعض عشان تديني لارج مولكيول اللي هو البوليمر. يبقى دي الخرزات وده العقد، العقد بوليمر، الخرزات مونومرز وحدات بالمر. which has the same empirical formula. ايه empirical formula دي بقى؟ ما انا ما نقصتش ولا كربون ولا هيدروجين، كل حاجه كامله زي ما هنشوف دلوقتي على البورد. ده كل الحكايه ان انا عملت لضمت الايثيلين مولكيولز دي في بعضها عشان اعمل بوليمر. على فكره الانسان اتعلم الحاجات دي من الحياه. يعني انت دلوقتي شعرك ده كرياتين، الكرياتين ده عباره عن بوليمر، بلاستيك بس طبيعي برضه. عرفوا الانسان، ما هو ده البروتين عباره عن بوليمر اوف امينو اسيدز. يبقى حطيت امينو اسيد مع امينو اسيد، او امينو اسيد مع امينو اسيد مع امينو اسيد، عملت بوليمر. يبقى الامينو اسيد ده ايه؟ مونومر. والبوليمر هو الايه؟
هو العقد الكبير اللي هو عدد كبير هائل من الامينو اسيدز اللي هو البروتين. الورقه اللي بنكتب عليها ده سيلولوز، ده بوليمر اوف جلوكوز. الموليكيول واحد من السيلولوز فيه نص مليون موليكيول اوف جلوكوز، ولو مليون هيبقى ستارش هيرتبطوا بطريقه معينه. كل دي بوليمرز، النشا بوليمر نعمل بها مهلبيه دي، والورقه برضو بوليمر، كل الحاجات دي بوليمر. تخيل ان الورقه دي بوليمر اوف جلوكوز، سكر الجلوكوز الحلو ده لو عملنا كذا نص مليون موليكول ربطناهم في بعض هيطلع لك الايه الورقه اللي هو السليلوز، وكذلك الاستارش، وكذلك البروتين. يبقى من الحياه اتعلمنا عمليه البلمره. نروح للبورد ونشوف الحته دي عشان تقدر تستوعبها بسرعه. يعني ايه بوليمرايزيشن بقى؟ احنا قلنا خرزات هنركبها في بعض. طب عندنا ده بقى جاهز، مين ده؟ ده الايثيلين اهو، مش ده ايثيلين موليكول؟ ادي الاتشات وادي ايثيلين موليكول اهو، اتشات ادي ايثيلين اتشات وادي ايثيلين اتشات. طب هيربطوا في بعض ازاي؟ ولا حاجه، هنكسر بوند اهو، هنكسر دي هنكسر دي يسلموا على بعض. شفت بقى؟ هتبص تلاقي الناتج بقى ايه؟ سي 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 اه ماسكين في بعض. خد عندك بقى، طبعا دي رابعه اهو، يبقى ده بوليمر اهو، بنعمل عليه بنقول باور ان، باور ان ان موليكولز. يبقى سيم امبيريكال ليه بقى؟ ما انا ما خدتش ولا اتش ولا كربون، انا لمسته، انا كسرت البوند بس اهو، كلهم ماسكين في بعض كام؟ المركب الموليكول كامل، محدش خد منه حاجه. ده احنا كسرنا البوند وايه؟ واتصلوا ببعض وعملوا شريط كبير من البوليمر. فهمنا؟ يبقى عمليه البوليمرايزيشن بسيطه جدا في الانساتوريتد كومباوندز، ودي بنسميها اديشن بوليمرايزيشن زي ما هنشوف. مونومر سمول موليكول ذات كان بي جوين ويز انساتوريتد molecules to form big molecule which is polymer. يبقى المونومر، بس الخطأ الشعب الاقي الاولاد انت اه مونومر، لا اسمها مونو مونومر، يديني بوليمر، والبوليمر ده البيج موليكول. اوكي طيب نشوف كده ايه اللي هيحصل. اه في حاجه اسمها اديشن بوليمرايزيشن اللي احنا قلناها دلوقتي. ايه الاديشن بوليمرايزيشن دي بقى؟ الاديشن بوليمرايزيشن اللي بيتم فيها بريكنج الدبل بوند هنا وهنا، الباي بوند هنا وهنا، ويبتدوا يتحدوا مع بعض. يبقى تيكس بليس وين ا لارج نمبر اوف انساتوريتد. لازم بقى في حاله الاديشن بوليمرايزيشن يكونوا الاثنين انساتوريتد، يعني فيهم باي بوند، ومنها تقل هيتكسر، ما هتكسر باي بوند عشان يمسكوا في بعض. موليكولز اللي هو المونومرز از كومبايند توجذر تو فورم لارج ساتوريتد موليكول اللي هو البوليمر، زي البولي ايثيلين، كل البلاستيكات اللي في ايدينا بولي ايثيلين، وزي البولي بروبلين. بولي بروبلين ديت السجاد، بولي بروبلين الخيط بتاع السجاد الصناعي، والانابيب مواسير الميه الخضراء بتاع الميه بولي بروبلين بي بي، والبولي فاينايل كلورايد البي في سي بتعمل منه مواسير المجاري البيضاء البلاستيك، اهي دي مكتوب بي في سي، روح اشتريها كده لك بي في سي، هو ده بولي فاينايل كلورايد. والبولي تترا فلورو ايثين اللي هو التفلون، التفلون اللي هو بيحطوه على الالومنيوم يعملوا التيفال، لا ماده ما بتلزقش تخلي الطاسه تقلب بيضه من غير ايه؟ من غير سمنه. نيجي بقى لنوع تاني من الكوندنسيشن بوليمرايزيشن. دلوقتي الاديشن بوليمرايزيشن ده نوع من الانواع اللي بيعمل فيه كسر باي بوند. امال الكوندنسيشن ايه؟ تعال نشوفه على البورد الاول برضه عشان تقدر تستوعب. لا في التاني بقى احنا كنا بنعمل عقد الاولاني خرزايه في خرزايه في خرزايه نعمل عقد او سبحه. لا المره دي هنعمل خرزايه ومكرونه. خرزايه يعني ايه؟ خرزايه ومكرونه يعني اتنين مختلفين، يعني واحد منهم كده والتاني كده. انا اقصد بالاشكال دي ان هم مختلفين في التركيب، بس هتلاقي واخد بالك واحد منهم في اتش والتاني اخره او اتش. معايا؟ اسمها ايه دي بقى؟ اسمها كوندنسيشن بوليمرايزيشن. كوندنسيشن بوليمرايزيشن الاثنين هيبقوا ديفرنت. طب وايه اللي هيحصل؟ هنسحب منهم ميه.
اذا مش هكسر بوند ولا حاجه بقى زي الانساتوريتد، لا ده انا هسحب ميه اتش من هنا واتش من هنا اهو. بص كده هسحب ميه، هاخد اتش من هنا واتش من هنا، يقوم يمسكوا في بعض، يبقى واحد كده وواحد كده اهو. وانا بقى احط خرزيه مكرونه خرزيه، لا انا هحط اتنين بس مختلفين، اطلع حاجه اسمها كو بوليمر. ايه بقى كو بوليمر ده بقى اللي بنسمع عنه ده؟ مش فاهم انا ايه كو بوليمر. كو بوليمر يعني بوليمر مشترك مخلط، يعني مش الاثنين زي بعض. يبقى الراجل اللي بيعمل العقد بالطريقه دي بيعمل ايه بقى؟ بيحط خرزيه ومكرونه، حطهم على جنب، خرزيه ومكرونه على جنب، وبعدين يقوم مربطهم كلهم في بعض. يبقى في مش زي بقى الاديشن بوليمرايزيشن كلهم يكسروا بوند ويمسكوا في بعض، لا انا بسحب من كل اثنين ميه يعملوا كوبوليمر، بعد الكوبوليمر يمسك في كوبوليمر يمسك في كوبوليمر وهكذا. يبقى اليونت بتاعه البوليمرايزيشن هنا اسمها ايه؟ اسمها كوبوليمر. طبعا احنا هناخد فكره عنها لغايه لما ندرسها في بارت 2. فهمنا الفكره؟ يبقى كوندنسيشن بوليمرايزيشن غير it takes place between two different molecules، لكن التانيين unsaturated و similar. وبعدين هنا combine together by losing molecule of water زي simple molecule زي الميه، يديني كوبوليمر يعمل عمليه الكوندنسيشن يكملها. The first unit It is مين هو الكوبوليمر اللي هو اول يونت هتطلع من اول بلمره وهو اللي هيستمر في عمليه البلمره. ففي كويشن هنا بيقول لك هاو بوليمر هاو بولي اثيلين از فورمد. احنا عايزين ناخد فكره بقى عن طب ده بقى اكزامبل ايه بقى؟ اكزامبل الاديشن بوليمرايزيشن. احنا قلنا كوندنسيشن بوليمرايزيشن هناخدها بعدين. فهنا هيبقى ناخد ايه؟ الاديشن بوليمرايزيشن. هنرجع تاني ناخد example addition polymerization هو polymerization of ethylene. لما الإيثيلين يتسخن عند high temperature في وجود peroxide initiator polyethylene is formed. لا مش فاهم حاجة، استنى بقى ما انا فاهم ايه الانيشيتور ده والحكاية. استنى بص بقى معايا، نرجع تاني للإيثيلين. مش قلنا ده عايز يمسك في ده؟ ايه اللي هيحصل؟ تتكسر الباي بوند وكده. بس العمليه مش بتتم مره واحده كده، استنى بقى. ده ايثيلين عايز يمسك في ايثيلين، طبعا المفروض يكسروا الباي بوند. ده اقول له كسرني وده كسرني، محدش بيكسر حد، يبقى لازم حد يبدا الايه؟ العمليه. مين اللي هيبدا العمليه؟ اهو البيروكسايد انيشيتور، بس ده مش مرسوم في الكتاب لكن هفهمه لك. عباره عن ار الانيشيتور ده عبارة عن R اهو ماسكة في O ماسكة في O وعليه ايه بقى؟ بص بقى اللي عليه، شاف النقطة دي؟ شاف النقطة دي؟ اللي عليه النقطة دي فري الكترون، الكترون حر. نمسحها تاني ونوضحها لك اكتر. بص بص ادي الازرق، ادي الاحمر، شايف النقطه الحمراء دي؟ هو ده البيروكسيد انيشيتور، عليه فري الكترون. الفري الكترون ده اكتف، يوم يقدر يعمل ايه؟ يقدر يكسر الباي بوند دي. اول ما تتكسر الباي بوند يبقى عندنا كمان فري الكترونز، يقوم الفري الكترون يكسر الباي بوند اللي بعدها وتستمر العمليه. نقول تاني، نقول يا جماعه لازم العمليه يكون في ماده بادئه تبدا التفاعل، تحط ايثيلين مع ايثيلين كل واحد مستقر مع نفسه، محدش عايز يكسر ده البوند بتاع الحبل. يبقى الحل ايه بقى؟ الحل ان احنا نجيب انيشيتور ماده بادئه، الماده دي بتبقى بيروكسايد انيشيتور فيها فري الكترون، الكترون حر، الكترون الحر بيبقى اكتف شويه، يوم كسر اول بوند
اول ما تتكسر الباي بوند دي تتحول لفري الكترونز، يقوم الفري الكترون ده مكسر الثانيه وهكذا وتستمر العمليه. فهمنا بقى دور الانيشيتور؟ طبعا احنا مش علينا رسمه الانيشيتور بس علينا الستيبس هنشوفها مع بعض. يبقى هاو بولي اسيلين از فورمد، ده العمليه على بعضها. تعالى بقى نشوف الستيبس اوف بوليمرايزيشن اللي انا بقولها دلوقتي. انت عندك اتنين اسيلين اهو، هيجي الانيشيتور يكسر الباي دي، تقوم الباي دي لما تتكسر تتكسر الباي اللي بعدها معايا، اكسر الباي دي تقوم يبقى عندك فري الكترون زي ما انا شرحت على البورد، وبعدين ايه هقوم كاسر الثاني، هيبقى الاثنين عندهم فري الكترون. شايف الفري الكترونز؟ يبقى الستيب الاولانيه عمليه كسر الباي بوند، الستيب الثانيه هيكون فري الكترونز، بعدين الفري الكترونز يبتدوا يعملوا كوفيلنت بوند ويتربطوا مع بعض ويعمل لك السلسله بتاعت البوليمر. يبقى عندنا كام ستيب؟ ثلاثه. نمبر 1 the pi bond in ethylene is broken. بص كده اهو، قلنا اول ستيب الباي بوند هتتكسر اهو، بريكنج باي بوند، والالكترونز هتتحرر ليبريتد اهي. تاني ستيب هيبقى عندي كل كربون معاها فري الكترون اهو، ده الفري الكترون، فري الكترون هنا وفري الكترون هنا، بعد كده يتحدوا مع بعض يعملوا الكوفيلنت بوند. اوكي، الستيبس اوف بوليمرايزيشن جايه جت في امتحان قريب، يعني برضو لازم نذاكرها ونعرفها، ودي هتاخدها بعد كده لما تخش هندسه تاخد كورس بوليمر، هتعرف ان الخطوه الاولانيه اسمها انيشيشن، والثانيه اسمها بروباجيشن، والثالثه اسمها ترمينيشن، بس الاسماء دي مش عندنا اهو، ثلاث خطوات. نشوف بعد كده بقى الديفرنس بين اديشن بوليمرايزيشن اند كوندنسيشن بوليمرايزيشن. في الاديشن بوليمرايزيشن المونومر في دبل بوند المونومر، لكن هنا يبقى في اكتف جروب، هنا المونومر بوند بتتكسر من غير ما يحصل اي لوس لاي اتوم، لكن هنا باللوس سمول موليكيول اللي هو الووتر، هنا ما بنحصلش على كو بوليمر ولا حاجه، بنحصل على بوليمر على طول، لكن هنا الاول بيبقى فيه كو بوليمر وبعدين بوليمر. طيب نشوف بقى الحته المهمه شويه دلوقتي، انت عندك ادي رسومات المونومرز، وازاي اطلع من المونومر الى بوليمر، ارسم ازاي؟ هديلك على البورد بسرعه اهو، شوفها كده اهو. دلوقتي لو انت عندك ايثين عايز ترسم البوليمر بتاعه، اولا ما دام حامل بوليمرايزيشن احط هنا ان، يعني ان موليكولز من الايثين، يبقى ده مين؟ ده المونومر اه، ده المونومر اللي هو ايثين اه. البوليمر بتاعه هيجي ازاي؟ هكسر البولت اه، يعني كل حاجه كامله الاتشات زي ما هي اه، شايف؟ بس همد البوند كده اهو، بص معايا، هيبقى هنا باور ان، الله ده البوليمر، يبقى ده البوليمر هيبقى اسمه بولي، هزود كلمه بولي على الاسم بس، يبقى بولي ايثين او بولي ايثيلين حسب ده الكومن نيم ولا ايه بقى. طب اقدر اعمل 3 ريبيتد يونتس منه؟ ايه 3 ريبيتد يونتس؟ واحد يقول لك في سؤال ارسم لي ثلاث وحدات بس من المونومر، ثلاث خرزات اهو، ادي خرزه وادي خرزه وادي خرزه وربطهم مع بعض خرزتين، هو ايثيلين اهو بعد كسر البوند، مش هو كده حصل له بوليمرايزيشن اهو، وادي ايثين تاني اهو، وادي ايثين تالت اهو اهو، عملت ايه؟ ربطتهم في بعض، بيقول لك ارسمهم لي مربطين، ارسمهم لي اهو، واعمل له في الاخر براكت من غير ان ولا حاجه، يبقى ده 3 ريبيتد يونتس. او فيرست 3 ريبيتد يونتس، اول ثلاث وحدات. ممكن اعمل كده مع اي واحد تاني؟ اه اعمل لك، هات عايز تشوف
اجيب لك واحد معقد شويه اهو. ده ايه ده؟ ايثين ولا بروبين؟ لا ده بروبين. ده بروبين ازاي؟ ده كربونتين. لا ما انا هعمل لك واحده تحت كده عادي، مش مشكله، مكان الاتش اهو، اهو سي اتش 3 هيبقى ده اسمه بروبينو. اعمله بوليمرايزيشن ازاي؟ اهو ان منه، ان منه هرسمه زي ما رسمت الايثين بالظبط اهو، اه بس هحط هنا سي اتش 3 بس، ادي التغيير، واقول له باور ان، يبقى ده البولي، يبقى ده اسمه ايه؟ روبين. وده البولي بروبين بي بي، بولي بروبين اللي قلنا مواسير الميه الخضراء دي. وممكن اعمل لك ثلاثه ريبيتي جونت، ادي واحد زي الايثين بالظبط، ما تعقدش نفسك عادي اهو، هو واحد اهو، بس ترسم كل واحد لوحده وبعدين تربطهم عشان ما تلخبطش تعمل زياده. بس هنا هنحط سي اتش 3 اهو اللي هو الاولاني اهو، والتاني اهو يبقى سي اتش 3، والتالت اهو سي اتش 3. بس اي حاجه بقى في الدنيا اعملها 3 بيتي يونت عادي. يبقى بيطلب منك المونو البوليمر والمونومر، المونومر والبوليمر وال3 ريبيتي يونتس تطبقها. ماشي، نرجع بقى لموضوعنا اهو. هيبقى عندك الايثين يبقى بولي ايثيلين، البروبين هيبقى بولي بروبين، الكلورو ده اسمه كلورو ايثين، يبقى هيدينا ايه؟ بولي كلورو ايثين، او بنقول عليه فاينايل كلورايد اهو، هنقول عليه هنا برضو بولي فاينايل كلورايد، البي في سي ده مشهور جدا. المهم بقى الاهميه الاقتصاديه اليوم بناء على البروبرتيز، فالبوليمر ده بتاع الايثيلين بيبقى سوفت وتوليريت، توليريت ذا افكت اوف كيميكالز، يعني بيقاوم تاثير الكيماويات، عشان كده بنعمل منه شيتس وبوتلز. طيب البوليمر الثاني بيبقى هارد وريجيد، يعني جامد شويه، الفتل بتاعته جامد، نعمل منه السجاد كاربتس. على فكره واحده بس، يعني ممكن استخدام واحد بس تعرفوا، اللي هي هنا بلاستيك شيتس، هنا كاربتس. برضو البولي فاينال كلورايد ده كارسينوجينيك، مسبب للسرطان، ما نعملش منه كاس نحط فيها اكل، لا ده ممنوع، ده يتعمل منه كعب جزمه او يتعمل منه مواسير المجاري السيوج، ده الدرينج ووتر اه درينج تيوبس البيضه. يبقى كفايه قوي كلمه درينج تيوبس او شوز، كفايه الاثنين دول. في برضو مجموعه تانية زي التترا فلورو ايثين، برضو لما اعمل له بوليمرايزيشن هيديني التفلون اللي هو بولي تترا فلورو ايثين، ده بنقول عليه التفلون، ده ريزيست ادهيشن، يعني بيقاوم الالتصاق، يبقى يستخدم في ايه؟ الكوكينج بوتس اللي هي اواني الطهي اللي مش عايزينها تلزق، طقم التفال ها اللي هو ما بيلزقش، حلل وطاسات. كمان عنده حاجه مهمه ان هو انرت، هو الكتريك انسوليتر وانرت، بيستخدموه عازل برضو، التفلون بيستخدموه عازل، وانرت خامل ما بتفعلش مع ماده الجسم، يبقى ينفع يشتغل ايه؟ سيرجيكال ثريدز اللي هي الخيوط الجراحيه، واحد بيخيط حد غرزه ولا حاجه خيطه بالتفلون. يبقى فهمنا الحاجات دي؟ طيب اشكركم بقى، وان شاء الله هنبدا تاني في الجزء بتاع الالكاين بعد الالكين. شكرا.